بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. معاكم احمد سلامه، هنكمل مع بعض كورس سي سي ان اي 200301. خلصنا في المحاضره اللي فاتت ديفايس اسمه الراوتر. احنا لسه في النتورك فاندامنتالز تحت الاكسبلين ذا رول اند فانكشن اوف نتورك كومبوننتس. لسه في الكومبوننتس او الاجهزه او الديفايسز اللي بنستخدمها في الشبكات. النهارده ان شاء الله شباب هنتكلم على اللاير 2 واللاير 3 سويتشز. بكل بساطة شباب، قبل ما اعرف يعني ايه لير 2 لير 3 سويتشز، انا عايز اعرف اصلا يعني ايه سويتش. ايه هو النتورك سويتش؟ النتورك سويتش ده شباب هو عبارة عن كنترولر. الراجل ده ديفايس، جهاز بحطه في الشبكة عندي. طيب بيعمل ايه يا شباب الجهاز دوت؟ بيوصل كل الاجهزة اللي موجودة في الشبكة عليه. يبقى انا عندي 15 20 جهاز بروح اوصلهم على جهاز السويتش ده اللي هو الكنترولر. طيب بعد ما بوصل الاجهزه دولت على السويتش، بيعمل لي ايه السويتش ده شباب؟ بيعمل عمليه السويتشنج. يعني ايه سويتشنج؟ يعني الراجل دوت او البي سي دوت يقدر يكلم البي سي ده، والبي سي ده يقدر يكلم البي سي ده، وهكذا. يعني ايه؟ بيخلي الاجهزه اللي موجوده او متصل عليه تقدر تتواصل مع بعض. ازاي؟ هنعرف مع بعض ان شاء الله على مدار الكورس. يبقى اذا الراجل ده بكل بساطه هو من الديفايسز الاساسيه جدا في عالم الشبكات. هو عباره عن كنترولر بيتحط عندي، جهاز ليه بعض الفتحات، والفتحات ديت بيوصل عليها الاجهزه اللي موجوده عندي في النتورك. مش شرط يكون جهاز كمبيوتر، ممكن يكون برينتر او واتيفر اللي هتوصله عليه. اي حاجة بتوصل على النتورك ممكن تتصل بيه السويتش دوت، ونقدر نشيرها مع الاجهزة اللي حواليها من خلال الكنترولر اللي اسمه سويتش ده. يبقى بكل بساطة مفهوم السويتش ان هو ديفايس بيقدر يعرف الاجهزة على بعض في النتورك الواحدة او في الشبكة الواحدة. طيب السويتشز دي يا شباب منقسمة لنوعين، لير 2 ولير 3. يعني ايه لير 2 ولير 3؟ اللايرز دي هندرسها قدام شوية في نفس الشابتر ده، النتورك فاندمنتالز في التي سي بي اي بي مديول او الاو اس اي زمان، المديول اللي بيعرفك ازاي الاجهزة بتكلم بعضها في النتورك. طيب بكل بساطة اللاير 2 سويتش ده بيقوم بعملية السويتشنج اونلي. يعني ايه؟ يعني وظيفته ان هو فعلا بيعرف الاجهزة دي على بعض في الشبكة الواحدة، ولكن عن طريق حاجة اسمها الماك ادرس. ايه بقى الماك ادرس ده؟ كل جهاز يا شباب او كل بي سي او كل ديفايس بيكونكت على النتورك ليه رقم اسمه ماك ادرس، الميديا اكسس كنترولر. الرقم ده شباب ما بيتشابهش على مستوى العالم. يعني ايه؟ يعني اللابتوب اللي انا بكلمك من عليه ده ليه رقم ماك ادرس مش موجود الا على اللابتوب دوت. مفيش جهاز على مستوى العالم واخد نفس الماك ادرس ده او واخد نفس الرقم ده. الموبايل اللي حضرتك ماسكه في ايدك او البرينتر او واتيفر، اي ديفايس بيخش على النتورك ليه عنوان او ليه رقم اسمه ماك ادرس. الرقم دوت ما بيتشابهش مع اي رقم تاني مع اي ديفايس تاني على مستوى العالم. فالسويتش ده او اللاير 2 سويتش ده بياخد المكات ديت، بياخد الماك ادرس ديت ويحطها في جدول. هيقول ان بي سي 1 دوت الماك ادرس بتاعه كذا، وبي سي 2 دوت الماك ادرس بتاعه كذا، وبي سي 3 الماك ادرس بتاعه كذا. فلما يجي بي سي 1 يكلم بي سي 3 هيكون عارف ان بي سي 1 الماك ادرس بتاعه دوت، وبي سي 3 الماك ادرس بتاعه دوت، فيروح باعت بي سي 1 لبي سي 3. وهي دي عمليه السويتشنج يا شباب. يبقى هو بيكون او بيسحب كل الماك ادرسز اللي بتخش عليه او الديفايسز اللي بتدخل عليه، بياخد الماك ادرسز بتاعتها، العناوين بتاعتها، ومن خلال العناوين ديت بيقدر يعرفها على بعض ويقدر يخليها تتكلم مع بعض في الشبكه الواحده. طيب ده بالنسبه لللاير 2 سويتش يا شباب. طب بالنسبه لللاير 3 سويتش، اللاير 3 سويتش بيعمل نفس القصه بالظبط، ولكن في فيتشر اضافت له ان هو يقدر يتعامل مع الاي بي ادرس. والاي بي ادرس دوت في لير 3. برافو عليك. اللايرز احنا هنتكلم عنها ما تستعجلش هتعرفها. يبقى الماك ادرس دي معلومه احنا طلعنا منها، ان الماك ادرس دوت في الطبقه الثانيه في المديول بتاع الشبكات، والاي بي ادرس
او الانترنت بروتوكول، ده الطبقه الثالثه. طب الانترنت بروتوكول دوت مين اللي بيتعامل معاه يا شباب؟ برافو عليك، الراوتر. جهاز الراوتر اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت، احنا قلنا ان هو بيقدر يوجهني، يخرجني من اللوكيشن اللي انا فيه ويوديني اللوكيشن تاني عشان اقدر اكلم ريسورسز بعيده عني. سليم سليم. طيب هو بيوجهني بايه يا شباب؟ بيوجهني عن طريق الاي بي ادرس. والاي بي ادرس يا شباب بينقسم لحتتين، حته بابليك ودي هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله، وحته برايفت. طيب الجزئيه البرايفت ديت، لو انا جوه الشبكه بتاعتي، يعني انا واصل في الشركه بتاعتي على السويتش والراوتر بتاعي ده جوه الشركه، فباخد اي بيهات من البرايفت، والاي بيهات البرايفت ديت بتتشابه على مستوى العالم. ليه؟ لان هي ما بتطلعش تكلم بعضها. خليني ارسم لك السيناريو بشكل بسيط. يبقى انا عندي راوتر اهو، والراوتر ده واصل بسويتش، وادي الاجهزه اللي واصله عليه. يبقى اذا يا شباب كل جهاز من دول ليه ماك ادرس، ده ما بيتشابهش على مستوى العالم، السويتش بيحطه عنده هنا في جدول، فبنقدر نكلم بعض عن طريق الماكات ديت. السويتش هو الكنترولر بتاعنا اللي بيوجهنا او بيودينا للماكات ديت في الشبكه الداخليه بتاعتي. طيب انا دلوقتي وكل جهاز لازم يكون ليه اي بي ادرس عشان يقدر يتكلم ايضا مع الجهاز الاخر اللي معاه في الشبكه. طيب الاي بي ادرس دوت طول ما انا هنا جوه النتورك بتاعتي بيكون اسمه اي بي ادرس برايفت. انا اتمنى ان انا اكون مش ملخبطه. اي بي ادرس برايفت، والاي بي ادرس البرايفت دوت بيتشابه على مستوى العالم، يعني نفس الاي بيهات البرايفت موجوده في كل الشركات. ليه؟ لان هي ما بتخرجش لعالم الانترنت. طيب مجرد ما الراوتر بتاعي يخرج لعالم الانترنت بيشتغل بحاجه اسمها بابليك اي بي. طيب البابليك اي بي دوت ما ينفعش يتشابه من شركه للتانيه. ليه؟ لان انا خرجت على عالم انترنت فما ينفعش اتشابه، لازم ابقى يونيك، لازم ابقى منفرد بالعنوان بتاعي. يبقى العنوان اللي بيخرج من الراوتر للانترنت ده بيكون عنوان بابليك، وده بيكون عنوان غير متشابه. انما العنوان اللي جوه الشبكة الداخلية بتاعتي او الاي بي ادرس اللي جوه الشبكة الداخلية بتاعتي ده بيكون عنوان برايفت بيتشابه على مستوى العالم. طيب وهنا شباب القصة بتاعت الراوتنج اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى الراجل ده كمان بياخد الداتا بتاعتي يخرجها للانترنت، ودي كانت الفيتشر الاساسية بتاعت الراوتر. طب يا عم احمد ايه بقى قصة اللاير 3 سويتش؟ احنا لسه ما نعرفش. طيب اللاير 3 سويتش يا شباب بيقدر يعرف الشبكات دي على بعض عن طريق الاي بي ادرس، ولكن داخل الشبكه ما يقدرش يخرجني لعالم الانترنت. يبقى الفرق بين الراوتر واللاير 3 سويتش ان اللاير 3 سويتش بيقوم بعمليه الراوتنج او بعمليه التوجيه، ولكن داخل الشبكه اللي انا فيها ما يقدرش يخرجني بره. لما هاجي اخرج للانترنت لازم هحتاج جهاز الراوتر، وقلنا هي دي الفيتشر الاساسيه اللي بتميزه. طيب ما تشغلش دماغك بموضوع الاي بي ادرس البابليك والبرايفت، احنا جايين له في كورسات قدام، ولكن انا اللي عايزك تعرفه ان اللاير 2 سويتش بيتعامل بالماك ادرس فقط او بالميديا اكسس كنترول، وده لاير 2 في المديول بتاع التي سي بي اي بي او المديول بتاع الاو اس اي. بيحط الماكات ديت في تيبل ويبتدي يعرف الاجهزه من خلالها. طيب اللاير 3 سويتش، اللاير 3 سويتش بيقدر يقوم بنفس العملية ديت بعملية السويتشنج، يعني بياخد المكات ايضا ويخزنها جواه، ولكن واخد فيتشر من الراوتر هي عملية التوجيه بالعناوين. يقدر يوجه الاجهزة بالعناوين بتاعتها اللي هي الاي بي، والاي بي ادرس دي لاير 3 وهنتعرف عليها ونتعرف على الراوتنج ان شاء الله في كورسات متقدمة. طيب او انا اسف في فيديوهات متقدمه مش في كورسات متقدمه. يبقى دول بكل بساطه الفرق بين اللاير 2 واللاير 3، ان اللاير 3 اتضاف له الاي بي راوتنج تيبل. اللاير 2 بيعتمد على الماك ادرس تيبل بس، ولكن اللاير 3 جواه ماك ادرس تيبل وجواه اي بي راوتنج تيبل، وهو ده الفرق بين اللاير 2 واللاير 3. طيب المفاهيم ديت هتتضح معانا قدام بشكل اكبر، انا بحاول ابسطها لك وافهمها لك، ولكن هي ان شاء الله هتتضح بشكل اكبر في الفيديوهات اللي جايه في الكورس ان شاء الله. طيب
ليه احنا بنستخدم السويتش يا شباب؟ احنا بنستخدم السويتش عشان نكونكت الكمبيوترز ببعض، او البرينترز، الفونز، الكاميرز. من الاخر احنا بنستخدم السويتش عشان نكونكت كل ما هو داخل الشبكه بتاعتي ببعضها. يبقى اذا السويتش بيشتغل على المستوى اللوكال يا شباب، يعني ايه؟ بيشتغل انسايد البيلدينج او الكامبوز، ودي احد انواع الشبكات اللي هنتكلم عليها برضو في فيديوهات متقدمه. فده كان استخدام السويتش، ان هو بيكونكت الديفايسز اللي موجوده جوه البيلدينج عندي ببعضها. طيب ازاي هنستخدم السويتش؟ لينا كونفيجريشن كتير ان شاء الله مع السويتش. وانا السويتش ليه نوعين، في حاجه اسمها ان مانجد سويتشز، وفي حاجه اسمها مانجد سويتشز. طيب الان مانجد سويتشز اللي هي السويتشات التي بي لينك والدي بي لينك والدي لينك والحاجات اللي احنا بنجيبها ما بنقدرش نتحكم فيها، بناخدها نحطها على طول ونوصل كابلاتها بالاجهزه وهي بتشتغل لوحدها، دي بتسمى ان مانجد سويتشز. دي سويتشز احنا ما بنقدرش نعمل عليها كنترول، وانا ما بحبس السويتشز دي خالص. طيب النوع الثاني اللي هو المانجد سويتشز، دي السويتشز اللي احنا هنشتغل عليها في الكورس دوت، احد انواعها سيسكو سويتشز. يعني ايه؟ يعني المانجد سويتشز مش منحصره في سيسكو بس، لا، في شركات كتيره جدا. الدي لينك نفسها والتي بي لينك والحاجات دي منزله مانجد سويتشن. في شركات زي الاتش بي والهواوي وما الى ذلك، شركات كتيره جدا بتقدم للمانجد سويتشن، ولكن احنا بنتكلم على السي سي ان اي سيسكو، فاحنا هنتكلم على المانجد سويتشز الخاصه بشركه سيسكو، ودي شكل من اشكالها، سواء كان ال 24 بورت او ال 48 بورت. طبعا كل فتحه ديت بتاخد جهاز او برينتر او وات ايفر، وبيحط جواها الماك ادرس تيبل، ولو هي لاير 3 برافو عليك، هيحط ماك ادرس تيبل وراوتنج تيبل، ماك ادرس وهيحط راوتنج علشان ياخد العناوين بتاعتها. فده بكل بساطه شباب كان جهاز اسمه السويتش، وده الجهاز الثاني، وجهاز مهم جدا لا غنى عنه. يبقى الجهازين اللي احنا اتكلمنا عنهم دول لا غنى عنهم في النتورك، هتشوفهم كتير جدا وهتشتغل عليهم كتير جدا. اتمنى شباب ان المعلومة تكون وصلت، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.